مسلسل مان هانت يونا بامبار الموسم الأول. أحداث المسلسل هي أحداث حقيقية بحتة وخالية من التحريف الدرامي، والقصة فعلية وحقيقية. تبدأ قصة المسلسل ويا شخص يطرح وجهة نظره، اللي هي أن العالم الحالي والبشر صاروا عبارة عن قطيع من الخرفان اللي ممكن بكل سهولة أنه ينقادون بكل راضي منهم، وبهاي الأيام سهل جدا أنه ينفذون المطلوب منهم وبدون حتى أي تفكير. وهنا هذا الشخص يشبه الفكرة مالته بالبريد اللي ممكن يسافر من قارة إلى قارة أخرى، والبريد راح يسافر بدون أي معيقات أو تفتيش، ويقول إنه الناس يخلون أساميهم على البريد أو بمجرد إنه العميل يكتب إلهم العنوان أو بعد هالعمال يسلموها للمكان المطلوب. وهنا هو يطرح فكرة الإرادة الحرة، بس يقول إنه بالوقت اللي يوصل البريد لهذا الشخص ويلقى اسمه على البريد فهو مباشرة راح يفتحه، وهو يبدأ يوضح إنه هي هاي حياة الخرفان اللي كان يتكلم عليها بالبداية. وبهيك حال نرجع السنة 1995 بولاية كاليفورنيا، وعلى مود نفهم كل شيء لازم نفصل الأحداث. وهنا يطلع نفس الشخص اللي طرح فكرته بالبداية، ونعرف انه هذا الشخص اسمه يونا بامبار او يلقب بالاف سي، اختصارا لكلمة فريدوم كلاب او نادي الحرية. ونعرف انه هذا الشخص هو مسجل كشخص ارهابي، وطريقته كانت انه يرسل قنابل، لكن هاي القنابل يرسلها مو بطريقة عادية، وانما يرسلها عن طريق البريد، وهو يدزهم الاماكن عشوائية او اشخاص مختلفين، او كانت غايته بدون اي هدف واضح للاغتيال ولا اي دليل على شخصية الحقيقية. والمدة 17 سنة هو كان مستمر بإرسال القنابل للجامعات والشركات الخاصة والحكومية والطائرات، أو كذلك بدون استهداف شخصيات معينة. وهنا طريقة القتل عنده أدت إلى مئات الجرحى أو عشرات من الموتى اللي ما كان لهم أي ذنب. أو هسه نشوف أن وكالة الاستخبارات الأمريكية بولاية كاليفورنيا هي المسؤولة على هاي القضية. فهنا نعرف أن عمليات الاغتيال اللي من قبل يوني بامبر أنه هي كانت منتهية، لكن هي رجعت مرة ثانية. فبعدها نروح لدائرة وحدة التحليل السلوكي اللي هي المسؤولة عن القضية، أو لأن المحققين اللي عندهم إلهم خبرات بعلم النفس التحليلي والإجرامي قدروا أن يوصلون لشخصية المجرم من خلال المواد اللي يستخدمها، أو أيضا من خلال تحليل الرسائل اللي يرسلها الضحايا. أو بعد ما رجعت عمليات القتل والاغتيال الغامضة، وكالة الاستخبارات أو الـ FBI جمعت أفضل المحللين السلوكيين اللي موجودين بأمريكا. أو هسه نتعرف على المحقق فيتز اللي عملاء الـ FBI يوصلون لبيته، وهم يشوفوا واحدة من رسائل يوني بامبر اللي كان دازها لأحد الضحايا. فقدر المحقق فيتز يلاحظ بعض الأحرف اللي تشكل كلمة هذا أنا يا أبي. ونظراً للذكاء المحقق فيتز، عملاء الـ FBI يقولوا لفيتز يا ريت تنضم ويانا للمهمة، فهو يباوع على عائلته ويقول لهم أنا ما أقدر أنضم وياكم لأن عندي زوجتي وأطفالي وأنا أريد أقضي وقتي وياهم. فيرد عليه واحد من العملاء ويقول له أن الضحايا هم كان عندهم عوائل وأطفال. فبهاي اللحظة فيتز يتأثر، وبعد فترة قرر أنه ينضم لفريق التحقيق. فبهاي اللحظة فيتز يروح للاجتماع، فيبدون يعرضون كل المعلومات اللي قدرت الـ FBI توصلها، أو كل جرائم خلال الـ 17 سنة قدروا أنه يعرفوها. أو قدر فيتز يعرف أن يونا بامبر قدر أنه يرسل أكثر من 16 قنبلة بريدية على مدار 17 سنة. ونشوف أنه سبب تسميته بيونا بامبر لأن غالبا أهدافه بالجامعات وشركات الطيران. أو هسه نشوف يوني اللي هو اختصار الاسم جامعة يونيفرسيتي، أو أيضا نلاحظ اختصار FC اللي يكون توقيع المجرم على كل بريد يرسله. أو بعدها نشوف فيتز وهو يسأل مسؤول الطب الشرعي على البصمات والحمض النووي، فيرد المسؤول على فيتز ويقول له أن المجرم ما يترك أي بصمات أو حمض نووي يدل على هويته. بس المحققين قدروا أن يعرفون من وين المجرم يشتري الطوابع مالته اللي يخليها على البريد. فهنا المسؤول يكمل كلامه ويقول سوينا مقابلات ويا كل عملاء المكتبات العامة وإحنا ما قدرنا نوصل لأي معلومة. أو بعد فترة المجرم يرسل رسالة لمجلة نيويورك تايمز ولاحظوا كتابة مخفية، وهاي الكتابة كانت اتصل بنيثن آر. وهنا عرفوا الـ FBI أن هذا الاسم شائع جدا وموجود آلاف المستخدمين بهذا الاسم. ونعرف أن مكتب التحقيق الفيدرالي الـ FBI ما قدروا يوصلون لأي معلومة، بس على الأقل هم عرفوا خط المجرم الحقيقي. وبعد الاجتماع فيتز يقعد ويا العميل المسؤول عليه اللي اسمه ستان كول والمدير دون أكرامان، وهنا ينطون الفيتز ملف التعريف الشخصي الـ FC، أو كان هذا الملف شامل لكل شيء قدروا يوصلوا له خلال 17 سنة. وبعدها المدير دون يقول الفيتز أنه المجرم هو شخص ذكاء منخفض، والمجرم يشتغل ميكانيكي أو ميكانيكي طيران، أو تحصيل المجرم التعليمي ما يتعدى الإعدادية. أو بعدها فيتز يقول أنه هاي المعلومات مو كافية على مود أقدر أوصل للمجرم. فالمدير دون يرد على فيتز ويقول له أنه أنت مهمتك تحلل ملف المجرم وتحوله إلى ملف من 15 صفحة على مود أقدر أرسلها لمكتب النائب العام. فهنا فيتز يفهم أنه المدير والمسؤول الموضوع مو مهم عندهم، واللي مهم عندهم هو صورتهم قدام الصحافة والتقدير اللي يجيهم على أنهم أذكياء وعملاء شاطرين، أو أيضا على أنهم عندهم قدرة تحليلية كبيرة. أو بعدها فيتز يطلع من المكتب وي
ويبقى يشتغل على الملف، بس هو ما قدر يوصل الشيء. فهنا يروح يحكي ويا زميلته بالعمل اللي اسمها باتي، او فيتيز يقول الباتي اذا رح نبقى على هاي الافتراضات ما رح نوصل لشيء ممكن يفيدنا. او لما باتي تأيد كلام فيتيز، فيتيز يقول لها احنا لازم نحلل كل شيء من جديد. فهنا يقول خلينا نفترض ان المجرم هو شخص غبي من طريقة كلامه وتهجؤته للحروف، وهذا مجرد احتمال، لان ممكن المجرم يطلع شخص ذكي جدا لدرجة انه هو ده يمثل على الشرطة وعلى الFBI على انه هو شخص غبي. ونشوف انه باتي تقتنع بكلام فيتيز، وبهذا الوقت فيتيز يروح على ستان وهو يطلب من ستان انه يعيد كتابة ملف المجرم بناء على تحليله الخاص. بس فيتيز يتفاجأ من رفض ستان القوي، وبهاي الاثناء فيتيز بدأ يفكر انه يشتغل بطريقته الخاصة بس ينطيهم اللي يريدوه. وبعدها هو يروح لاخر موقع صار به تفجير، وهسه نشوف يوني بامبر وهو يحكي عن الانسان وشون يحافظ على انسانيته بان هو يصير الانسان سيد نفسه او ما يقبل اي نوع من انواع الاوامر. وبهاي اللحظة فيتيز يوصل لمكان الحادثة، ونعرف انه فيتيز بدأ يفهم عقلية المجرم من خلال اماكن الجريمة، وانه المجرم ده يوصل رسائل معينة ويرسلها عن طريق البريد. فهنا هو يرجع المكتبة بسرعة ويجمع كل حوادث التفجير والرسائل على مود يفك الرموز. وبثاني يوم فيتيز يروح للمسؤولين وكان يحاول انه يقنعهم بالفكرة اللي وصل لها، وهي انه مستحيل المجرم يقضي سنين وهو يتعلم شلون يصنع قنبلة، وهذا الشيء بدافع الانتقام او اي اهداف عشوائية. ويقول لهم انه اللي يريد ينتقم راح يصير عنده فضول او يشوف موقع الجريمة او الجثة. لكن يوني بامبر ما كان متواجد بمكان الحوادث نهائيا. او بعدها المحقق الثاني يقول لفيتيز ماكو اي ربط بمواقع الحوادث، لكن فيتيز يرد عليه ويقول له اكيد اكو روابط بس احنا ما وصلنا الها لحد هاي اللحظة. فبعدها فيتيز يكمل كلامه ويقول انه الاف سي اهدافه مو شخصية وانما تخص شركات الطيران وعلماء وجامعات، واذا قدرت افهم كل رمز من هاي الرموز اكيد راح اوصل المكان اليوني بامبر. وبهاي اللحظات العميل دوني قاطع فيتيز ويقول له خاب املي بيك ويا ريت تسوي المطلوب من عندك او ترجع لبيتك. وبهذا الوقت فيتيز يقرر انه ما يكمل بهذا العمل. وهسه نشوف فيتيز انه هو ما قدر يطيع الاوامر من غير تفكير وتمعن، بس باتي تمنع فيتيز وتقول له لازم تنزل القسم الطب الشرعي فورا. وبهاي اللحظة يجي زميلهم ويقول لفيتيز انه تفكيرك صحيح لان المجرم عنده هدف رمزي او فلسفة معينة. وهسه نشوف فيتيز وزميله هم يوصلون لقسم الطب الشرعي، وهنا هي كانت الصدمة لما لقوا كتاب كامل على توقيع المجرم اف سي، واللي كان عنوان الكتاب هو الجمعية الصناعية ومستقبلها. ففيتيز يبوع للكتاب بكل امل على انه يلقى شيء يفيدهم. ولما نرجع لتفكير وعقلية المجرم فراح نشوفه هو يحاول يشرح فكرته، واللي هي انه كل شخص معتقد انه من خلال ادارته هو اللي مسيطر على حياته، فهذا الموضوع مو حقيقي. الحقيقة هو انه هذا الشخص خاضع لكل شيء حواليه. او اف سي كمل كلامه ويقول انه الحواسيب والاجهزة الذكية والالكترونية كانت باهظة الثمن، بس حاليا الحياة المعاصرة كلها معتمدة على التكنولوجيا، واذا اختفت هاي الاجهزة الحضارة كلها راح تنهار. وبهيج حالة العالم صارت عندهم فوبيا من انقطاع الكهرباء او حتى عطل السيارات، والاف سي يقول انه الاجهزة هي اللي تتحكم بالعالم. وبهاي الاثناء فيتيز يحاول يقنع المحقق ستان والمدير دون انه ينطوا فرصة على مود يشوف الكتاب بنفسه ويحاول يحلله، لكن دون يقول له قسم الطب الشرعي راح ياخذون وقت هواية على مود يفحصون كل جزء من الكتاب حتى يوصلون الدليل مادي على مود هذا الدليل ممكن يفيدنا بشيء عن المجرم. او بعدها المسؤولين يجتمعون ويقررون انه يدربون كل عمال البريد على طريقة حتى شلون يقدرون يكشفون البريد اللي يرسل اف سي، وبهيج حالة راح يقدرون يحددون مكانه، او ايضا راح يقدرون يحاولون يتجنبون الحوادث بقدر الامكان. لكن اللي نعرفه هو انه ستان بدا يستهزئ بفكرة فيتيز، فهنا المحقق ستان يسأل فيتيز ويقول له انت تقدر تفك شفرة ذات ماي داد؟ ففيتيز يضوج ويكتب نفس الجملة على السبورة، وهاي الجملة معناها هذا ابي. ففيتيز بدا يشرح لهم وكان يحاول انه يقنعهم بان المجرم هذا يحب الالعاب والالغاز، او كان يحسب نفسه انه هو اذكى من اي شخص موجود حواليه. ويكمل فيتيز كلامه ويقول انه الاف سي عنده مشاكل بالتواصل ويا الناس، وبسبب هذا الشيء المجرم يستخدم الالغاز والرموز، وانه ممكن تكون عنده مشكلة ويا والده بالطفولة. وهسه نشوف فيتيز وهو يقول لهم انه انا قدرت اوصل لكل هاي التحليلات من خلال صفحة واحدة بس، فما بالكم اذا انطيتوني فرصة اقرا 56 صفحة الباقية. وبعدها العميل كول يوافق على طلب فيتيز، وهو يقول له راح اخليك تقرا الكتاب بس بعد ما الطب الشرعي يخلصون من تحليلهم. وبهاي اللحظة توصل رسالة لواحد من العمال بقسم الالكترونيات، والرسالة مكتوب بها تهديد التفجير طائرة بخلال 6 ايام الجاية، وهذا التهديد هو من المجرم اف سي. ونعرف هنا ان الرسالة حقيقية من اف سي، لان الخبراء لقوا بها الرقم نفسه اللي استخدمه المجرم لما تواصل ويا جريدة نيويورك تايمز. وهسه نشوف البحوثات اللي سواها فريق التحقيق، وهم توصلوا الى معلومات مطابقة من خلال مركز البيانات. وبعد البحث اللي وصلوا له فريق التحقيق قدروا انه يتعرفون على شخص تنطبق عليه الصفات بنسبة 50%، وهذا الشخص هو مسجل على الرعاية الاجتماعية الامريكية واللي يكون اسمه ميكس. فقدروا
يوصلون العنوان وملفه. وهنا كانت الصدمة انه عنوانه يتغير بتغير الاماكن اللي صارت بها الحوادث بخلال السنوات السابقة، فسرعان ما يقبضون على المتهم، لكن يكتشفون انه هو كان بالسجن لمدة 8 سنوات، فمن المستحيل يكون انه هو نفسي الشخص هذا. وفيتز يسأل المتهم على الوشوم اللي بايده، فالمتهم يرد انه الوشم معناه كلمة واتر، بس فيتز يلاحظ اللهجة اللي لفظ بها هاي الكلمة كانت مختلفة عن لهجة الولاية اللي هم بيها. ففيتز تجيه فكرة، وهي انه يروح ويشوف كتاب المجرم، واللي من خلال الكتاب ممكن يوصل المعلومة تفيدهم. وبهاي الاثناء توصل رسالة من المجرم اف سي الى مجلة نيويورك تايمز، ورسالة اف سي يقول بيها انه انا كنت امزح وياكم، او انا ما خليت قنابل بالفترة الاخيرة. وبعدها المحقق دون طلب من فيتز انه يحلل لهم الرسالتين اللي وصلتهم، ولازم انه فيتز هو اللي يقرر هم وشنو لازم يسوون. فهنا فيتز بقى سهران الليل كله، لكن لاحظ ان الرسالتين بهن اخطاء املائيه، وانه المجرم شاطب عليهن علامه اكس على كل حرف. وبهاي اللحظه فيتز يروح القسم الطب الشرعي، وهو يسال الطبيب على القنابل اللي يستخدمها المجرم، فيتفاجئ لما يشوف انه الطبيب ايرني هو مصمم نموذج مشابه لقنبله المجرم. وايرني شو فيتز انه القنبله مغطيه بماده الايبوكسي على مود القنبله ما تبين بالتفتيش. ولاحظ الطبيب انه اكو صمغ زايد موجود على القنبله او عليه توقيع المجرم، او ايضا موجود عمله معدنيه عليها توقيع المجرم على مود الشرطة تعرف هاي القنبلة من المجرم نفسه. بس هنا فيتز بقى يفكر ليش اكو عملة معدنية بداخل القنبلة، فيكتشف انه العملة المعدنية ما تتأثر بالانفجار. او لاحظ فيتز ان المجرم مهتم بادق التفاصيل رغم انه مو كل شيء مثالي، بس حتى المجرم يبقى محافظ على سمعته قدام الصحافة والشرطة بان المجرم هو شخص ذكي وغامض. ففيتز اتوقع ان المجرم رسل اول رسالة على مود الناس تسمع وتقرا رسالته، واللي كانت تحكي عن اضرار التكنولوجيا والثورة الصناعية. فالمجرم لفت انتباه العالم على مود يقرون كتابه بس بدون عملية تفجير، والرسالة الثانية على مود ما يخسر سمعته قدام العالم واتهامات الصحافة إلى بعدم مصداقيته، أو كانت رغبته تخويف الناس مو أكثر. أو بعدها يروح للمدير دون، فهنا دون يشكر فيتز على تحليله الكامل، ويقررون المحققين أنه يرسلوا للسلطات المسؤولة ونشوف أن السلطات تفتح المطار. وبهاي الأثناء يبقى المدير دون والمحقق ستان وفيتز على أعصابهم، فهنا هم يطمنون أنه ماكو أي طيارة صار لها شيء، وهذا معناها أنه فيتز نجح بتحليله للرسائل. وبعدها المدير دون يكافئ فيتز وينطيه مكتب كبير وفريق هو يختاره، ففيتز يختار زميلته المحققة باتي والطبيب ايرني. وبهيج حالة فيتز يطلب من زملائه انه يدورون على الاخطاء الاملائية اللي موجودة، بس الصدمة انه ما يلقون اي خطأ املائي. وفيتز بدأ يشوف الاسلوب اللي استخدمه المجرم بكتابته، ويكتشف انه المجرم ده يستخدم الفاظ قديمة اللي تغيرت من سنوات وما حد يستخدمها بالوقت الحالي. فمثلا استخدم المجرم كلمة زنجي اللي معناها عنصري جدا، وهذا يوضح انه المجرم ما عنده اصدقاء سوداء البشرة. أو كلمات البقية توضح أنه ما عنده علاقة بأي بنية، أو يعني أنه هو حتى ما احتك ببنية سابقا بحياته كلها. فقدر فيتز أنه يخمن عمر المجرم من خلال كلمات اللي كان يستخدمها، وهو أنه المجرم عمره ما بين 30 سنة و40 سنة. أو فيتز يطلب من فريق العمل الملاحظات الغريبة اللي لاحظوها، وبهيج حالة باتي وإرني يتفقون على أنه المجرم استخدم نوع غريب التنسيق الصفحات، واستخدم علامات الترقيم بشكل مبالغ بها بعد كل جملة. وأيضا المجرم استخدم اللغة الرسمية اللي معناها ان المجرم متخرج من الجامعة عكس توقعات المحقق ستان. وبعدها نشوف انه فريق فيتز ما قدر يوصل الملاحظات اكثر من هيتشي، وهذا الشيء اكيد لان هم مو خبراء بمجال البحث العلمي او اللغة. فقرر فيتز انه يسوي اجتماع ويستعين فريق كامل من علماء اللغة، وطلب منهم انه ينطوا ملاحظات عن الكتاب. بس هنا تصير معركة بين علماء اللغة على اهمية قسم كل واحد بيهم، فينتهي الاجتماع بدون فايدة. فهنا نتعرف على الدكتورة ناتالي اللي هي طرحت سؤال موجه لفيتز، وسألتها على ورقة التصحيح الموجودة ببداية الكتاب، أو تسأله إذا كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية أو اللغة اللاتينية، فتعرف أن الورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية. فالدكتورة تقول لفيتز أن أسلوب الرسالة مكتوبة بأسلوب البحث العلمي للخريجين واللي صار عمرهم كبير، فيستخدمون هاي المصطلحات اللي تناسب أعمارهم. وتلاحظ الدكتورة أن أسلوب التصحيح الموجود ببداية الكتاب هو أسلوب قديم، وأن أسلوب التصحيح هذا كان موجود لحد سنة 1972، أو بعدها صار نظام الهوامش اللي يستخدموه بالبحوث العلمية. وانه اكيد هذا الشخص تعلم اسلوب التصحيح ما بين سنة 1967 او ما بين سنة 1972. فهنا فيتز ينعجب باسلوب الدكتورة ناتالي بالتحليل وذكائها، وهو قرر انه ياخذها للمكتب مالته اللي مسجل بيه كل اللي وصلوا له هو والفريق مالته. وناتالي تنبهر بتحليلهم وتقول لفيتز انه هذا النوع من العلوم لحد هسه ما سموه، واللي يختص هذا العلم بحل الجرائم عن طريق تحليل اللغة. والدكتورة ناتالي تكمل وتقول انه المجرم قدر يتعلم هذا الاسلوب من المجلات والجرايد، واذا قدرت توصل لهاي
الجرائد اللي تستخدم هذا الأسلوب، فأكيد راح تقدر توصل لهوية المجرم الحقيقية. وبهذا الوقت فيتز يشكر الدكتورة ناتالي، أو بعدها يبلغ المدير دون ويقول له على كل اللي قدر يوصل له. أو باليوم الثاني تجي الدكتورة ناتالي على فيتز وتنطيه مجلات رسمية من ولاية شيكاغو اللي أسلوبها مطابق للأسلوب FC اللي هو يستخدمه. فالدكتورة ناتالي تقول لفيتز إنه في سنة 1949 كل المحررين انجبروا على الكتابة بهذا الأسلوب، ولحد موت رئيس التحرير أو من بعد موت رئيس التحرير صار أكو تغيير وتحويل من أسلوب المجلة القديم إلى الأسلوب الحديث. فهنا فيتز يشكر الدكتورة ونشوفه وهو يحضر اجتماع ويا المحقق ستان والمدير دون اللي قدروا يوصلون القائمة بها أسماء المشتبه بهم، أو هذول الأشخاص المشتبه بهم هم منضمين الجماعات إرهابية خلال السنين الماضية. فهنا فيتز يقول لستان أني أعتقد أنه المجرم من ولاية شيكاغو. فالمحقق ستان يأشر على واحد من المشتبه بهم اللي يكون اسمه ليو، وهذا الشخص انضم لجماعة متطرفة تحت اسم جماعة بلاك بانثر. وأيضا ليو عنده أقارب اسمه نيسان آر، ففيتز يسأل على عمر ليو ويعرف أنه ليو عمره 30 سنة، بس فيتز يقول له بناء على دراستي أنه المشتبه به عمره 40 سنة وأنه ممكن جدا عنده شهادة دكتوراه. وبهاي الأثناء كان هو يقول لهم أنه مستحيل ليو هو المشتبه به لأن هو انضم لجماعة بلاك بانثر واللي من قواعدهم مستحيل يستخدمون كلمة زنجي بكتابتهم. بس هنا ما حد يقتنع بكلام فيتز، فالمدير دان والمحقق ستان قرروا أنه يحققون ويا ليو وبدوا يراقبون تحركاته. أو بعدها قرروا أنه يسحبون فريق فيتز منه، ففيتز حس باليأس وحس أنه هو ده حارب الوحدة وأنه الناس مو مصدقين بكلامه. أو بعد مرور بعض الوقت فيتز يقابل الدكتورة ناتالي وكانت تحكي لفيتز عن قبيلة، أو هاي القبيلة كانوا عايشين بوسط غابة، أو لأن القبيلة ما عندها لغة تسمي بها الأشياء كانوا يستخدمون الكلمات القليلة اللي عندهم على مود يسمون بها أكثر من شغلة. أو لحد ما القبيلة هاجرت المكان ثاني قدرت تعبر عن الأشياء بمسميات جديدة. وبهيجي حالة فيتز اجتها فكرة، أو فكرته هي كانت عبارة أنه المجرم ما كان يحكي برسائل عن أي شغلة يملكها على مدار 17 سنة. أو بعدها هو راح المكتبة مباشرة فبدأ يراجع رسائل المجرم، واكتشف أنه المجرم ما عنده لا أصدقاء ولا عائلة ولا حتى وظيفة، وأنه المجرم هو شخص يعيش بنص الطبيعة لأن هو يكره التكنولوجيا وكل الأدوات الحديثة، وهذا دليل على أنه القنابل اللي يصنعها كلها مصنوعة بشكل يدوي ومن أخشاب الأشجار اللي تصير خالية من المواد الكيميائية المصنعة. فهنا فيتز قدر أن يسوي ملف تعريفي جديد للمجرم، ولما يروح للمدير دون يقدم له الملف اللي سواه، فالمدير رفض أنه يقرأ وشمره بسلة النفايات. أو فيتز شاف شغله وتعبه هو ده ينشمر قدامه، فيدخل فيتز بحالة اكتئاب. أو هسه نشوف أنه مجلة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وبيت هاوس توصلهم رسائل هواية من المجرم اللي يطلب منهم من الحكومة أنه ينشرون نظرياته السياسية بوحدة من جرائد الدولة. أو بالمقابل هو ما راح يرسل أي قنبلة بريدية مرة ثانية، بس FBI يرفضون التفاوض، وهم يكررون جملة واحدة وهي أن الحكومة الأمريكية ما تتفاوض ويا الإرهابيين. وبهذا الوقت فيتز كان يحاول يقنعهم أنه ينشرون الكتاب، أو لأنه قارئ واحد ممكن يسوي فرق قدر أن يبلغ عليه لأن هو يستخدم ألفاظ عنصرية، لكن المدير دون رفض رفض تام. أو بعدها دون قرر أن يقابل المدعي العام ويقول له بكل اللي قدر يوصله بتحقيقاته عن المشتبه به. فيسافر دون إلى مكتب المدعي العام، أو قبل نص ساعة من المقابلة دون تجي مكالمة من واحد من المساعدين اللي موجود بمجلة نيويورك تايمز واللي دون موظفه على مود يتبع حركة الرسائل. فيبلغ المدير دون بأن هو اكتشف أنه شخص المسؤول على استلام الرسائل بالجريدة هو اللي كتب اسم نيسان آر بالغلط على البريد. فهنا دون ينصدم أنه كل تعبه راح على الفاضي وأنه هو هسه ما عنده أي شيء يقوله للمدعي العام. فقرر دون أنه يتصل بفيتز ويطلب منه أنه يدور له على دليل مقنع أو على مود يطلب من المدعي العام الموافقة على نشر بيان المجرم. فدون يكمل كلامه ويقول لفيتز أنه قدامك نص ساعة فقط. وبأسرع وقت فيتز يروح المكتبة وهو يجتمع باتيو بالمحقق ستان. ففيتز يقول لهم أنه أي قاتل متسلسل راح يصير عنده هوس السيطرة والتحكم والإنجاز والجوائز. وهو يكمل كلامه ويقول أنه نوع الجائزة اللي راح يأخذها هو نشر بيان على المجلة على مود كل الناس يقروه. فهنا فيتز يقترح ويقول أنه بعد ما تكمل حل الكلمات المتقاطعة بمجلة نيويورك تايمز راح تنزعج لأنه راح تضطر تشتري مجلة بوستن بوست اللي تنباع بمكان واحد فقط اللي هو سان فرانسيسكو. ويكمل فيتز كلامه ويقول أنه إذا نشرنا البيان بمجلة بوستن ممكن نراقب كل شخص يشتري المجلة والمجلة راح تنباع بمحل واحد فقط. فهنا ستان يقتنع بكلامه، فستان يتصل بالمدير دون ويقول له على فكرة فيتز وجبر دون أنه يوافق لأنه ما قدامه حل ثاني. فيدخل دون على المدعية العامة ويطلب منها أنه توافق على مراقبة كل شخص يشتري المجلة، وهذا الشيء راح يتم من خلال فريق مختص بالمراقبة. فالمدعية العامة بدأت تسأله شنو ثقتك بوجود المجرم بساحة الخليج سان فرانسيسكو. فدون يقول لها أنه كل الرسائل البريدية انرسلت من ضمن دائرة واحدة قطرها 8 ميل، وهذا معناه أن المجرم ده يمشي كل يوم مسافة واحدة من
سان فرانسيسكو، أو نفس السبب اللي دي يخلي يمشي هاي المسافة راح يمشيها ويشتري المجلة ويحس بإنجازه. أو بعدها المدعية العامة توافق على اقتراح المدير دون. أو بعد مرور بعض الأيام يجي اليوم اللي يتم نشر البيان بالجريدة، فيتوزع فريق كامل من شرطة الإف بي آي بالشارع وبالمباني، أو بدأوا يحققون بشكل خفي ويا كل شخص يشتري الجريدة. لكن هنا تمر بعض الدقائق أو ما يظهر هذا الشخص اللي تنطبق عليه المواصفات الخاصة اللي وصلوا لها من خلال تحليلهم. وبهذا الوقت فجأة يطلع شخص ملثم أو يباوع هذا الشخص حواليه أو يشتري المجلة ويروح. فبات تروح عليه وتلحق لحد ما يوصل للمترو، أو تبقى باتي وراء لحد ما هذا الشخص يلاحظها فيبدأ يهرب. أو باتي تروح عليه وتلحقه وتوجه سلاحه عليه وتقول له ارفع ايدك فورا، لكن هذا الشخص يرفع مسدسه عليها وهي تضربه بالمسدس. لكن تكتشف انه هذا الشخص وياه مخدرات وهو كان يهرب من عندها على مود المخدرات اللي عنده. فهنا المدير دون يبوع الفتز بنظرات خيبه امل وياس، وانه فتز فشل قدام وزاره العدل. ففتز يقول الدون انه قدامنا فرصه وهي انه اي شخص ممكن يعرف اسلوب هذا المجرم. بس هنا الدون يبعد فتز من القضيه كلها. او بعدها فتز يرجع وهو مكتئب وحزين لبيته، وبهاي الاوقات تطلع بنيه تقرا بيان يوني بومبر وهي تنصدم وتتصل بزوجها اللي اسمه ديفيد وتطلب منه انه يقرا البيان. وباليوم الثاني ديفيد يرجع للبيت، فزوجته تشوف الرسائل اللي كان اخوه يرسلها اله وتقول له انه انا شاكه انه اخوك هو يوني بومبر. بس زوجها يعصب ويحاول يدافع عن اخوه ويقول لها انه انا مدى اشوف اي تشابه بين الرسائل والبيان. وهو يكمل كلامه ويقول لها يمكن علاقتك السيئه بتيد هي السبب. بس زوجته كانت تحاول تقنعه انه هم لازم يبلغون الشرطه لان هو ممكن المسؤول على حوادث الانفجار اللي جاي تصير واللي دا يروح ضحيتها ارواح هواي ناس بريئه. فبعد كل الكلام اللي قالته زوجته هو يقتنع. او بعد مرور يوم يروح هو وزوجته لمقر الشرطه ويقول لهم على شكوكه، لكن بشرط انه يخفون هويته وهويه اخوه لحد ما يتاكدون اذا هو فعلا او لا. وبهاي الاثناء توصل رساله للاف بي اي او يتاكدون انه هو مو نفس الشخص. فيروح ديفيد ويرتاح، لكن بعكس زوجته اللي كانت متاكده انه اخو زوجها ديفيد هو الشخص المجرم المطلوب. او بالوقت نفسه بعد ما عرفت باتي بالرساله تروح على ارني وتطلب منه نسخه من الرساله. فهنا باتي قارنت الرساله برسائل يوني بومبر وحست انه هو نفسيته الشخص هذا، فقررت انه ترسل الرساله لفيتز اللي كان موجود بالسينما ويا عائلته. او اول ما فيتز يشوف رسالة باتي وانه اكو شخص مشتبه به يرجع المكتبة بسرعة، او بدأ يقارن رسائل يوني بامبر برسائل الشخص المشتبه به فيتأكد انه هو نفس الشخص. او فيتز يتصل بباتي ويقول لها اخيرا قدرنا نوصل للمشتبه به الحقيقي. ففيتز يكمل كلامه ويقول لها لازم تعرفين اسمه. او باتي تقول له انا رح احاول بس لازم ما تقول لاحد على هاي المعلومات لان انا رح انطرد اذا احد عرف انه انا سربت لك معلومات سرية. وبهاي الاثناء زوجة فيتز تدخل عليه وتقول له صار لك 4 ساعات عايفنا بالشارع لوحدنا، وهو يعتذر منها لان هو ما حس على نفسه. لكن زوجته ما تسامحه وتقول له انه ما راح تبقى بالبيت الا تكمل القضيه وترجع لي. وهنا يبات فيتز بالفندق. او بعد يوم قدرت باتي انه توصل للعنوان ديفيد، فيروح فيتز وحده ويطلب من ديفيد انه يحكي وياه بخصوص اخوه. لكن ديفيد يقول لفيتز انه رؤسائك بالعمل اكدوا لي انه هو مو نفس الشخص وانه الطابعه مو نفسها اللي طبع بها الاوراق. بس فيتز يحاول يقنع ديفيد انه هو نفس الشخص. وبعدها ديفيد رفض انه يحكي ويا فيتز عن اي معلومه لان هو حس بالذنب من الاتهامات اتجاه اخوه. بس بعد ما فيتز اصار وافق ديفيد انه يحكي ويا فيتز بخصوص اخوه. فديفيد يقول لفيتز انه الملف التعريفي مالكم ده يحكي عن واحد ذكاء منخفض وانه هو يشتغل كميكانيكي او ميكانيكي طائرات. ففيتز يقول له اريدك تسمع الملف التعريفي الخاص بيه وانه اذا ما لقيت اي تشابه بين ملفي وملف اخوك راح اعوفك تروح وما راح تشوفني مره ثانيه. فهنا فيتز يحكي المعلومات اللي قدر يوصلها عن يوني بومبر وانه هو شخص منعزل وعمره ما بين 45 و50 سنة وانه هو ساكن قريب من مدينة شيكاغو وبطفولته كان يقرأ المجلة شيكاغو الرسمية. او فيتز كمل كلامه وقال لديفيد ان يوني بومبر شخص بعيد عن عائلته وهو ما عنده اصدقاء وبحياته ما داخل بعلاقة عاطفية ويا اي بنية. او ايضا هو شخص مكمل الدكتوراه ما بين سنة 1967 الى سنة 1972 وانه هو شخص ذكي وصبور ودقيق جدا. بس بنفس الوقت هو شخص حساس يحب الاحترام وهو بسهوله يحس بالاهانه. او بعدها فيتز يشوف ديفيد الصوره اللي رسمها الشاهد الوحيد اللي شافه، فيشوف انه صورتين متطابقات بشكل كبير. وهنا ديفيد ينصدم ويعرف انه اخوه تيد هو المتهم الحقيقي. وهنا ديفيد قرر انه يحكي لفيتز كل شيء. فديفيد يبدا بكلامه ويقول انه تيد اخويا هو شخص ذكي جدا وهو كان عالم بالرياضيات بس قرر انه يتخلى عن التدريس بالجامعه، وبهيجي حاله هو قدر انه يعيش بالكوخ اللي بناه واللي سواه بالغابه. فيكمل ديفيد ويقول انه هذا الكوخ اتصمم
يفهموا إن بنا بشكل مثالي، وإنه حياة تيد معتمدة على تربية الحيوانات أو صيادة الأسماك، أو حياته هي بدون أي مصدر للكهرباء أو حتى غاز أو مي أو أي شيء حديث بالتكنولوجيا، أو مصاريفه السنوية ما تتعدى $400. فديفيد يقول الفتز على مكان الكوخ، وبعد مرور بعض الوقت يروح المكتبة، وهو كان كلش فرحان، وطلب من المدير دون إنه يسمع لمدة 5 دقائق. فهنا فتز يعلق على صورة واحد اسمه سيدور كازرسكي اللي انولد سنة 1942، واللي معناها انه حاليا عمره 53 سنة، اللي معدل ذكائه وصل 167، او من خلالها قدر انه يدخل جامعة هارفورد بعمر صغير، او بعدها حضر للدكتوراه سنة 1968. ويكمل فتز كلامه ويقول انه تيد حاليا عايش بغابة، وهو بعيد عن كل الناس بمدينة مونتانا الغربية. وهنا المدير دون ينبهر بكمية المعلومات اللي قدر فتز يوصل لها، فقرر دون انه يفصل باتي لان سربت معلومات سرية. فيروح فتز ويعتذر الباتي، لكن هي بقت مصدومة فتز لانه كانت تعتبره مثالها الاعلى، ويقول لها انه انت الغلطانة لانه دزيتي معلومات سرية من خلال الفاكس. فتقول باتي الفتز انه النار اللي انت تلعب بيها راح تحرقك بيوم من الايام، وهي عافتها وراحت. او بعدها نشوف تيد هو يقعد من النوم وياكل من الاشجار، او يسبح من مي النهر، وهو كان بنص الطبيعة عايش حياته. فتيد يروح للمكتبة اللي يزورها بشكل دائمي، او كانت صاحبة المكتبة تحبه وتحكي له على يوني بامبر، فتقول له اذا تريد تقرأ الجريدة لازم تكتب اسمك، لانه هذا طلب من السلطات الفيدرالية. او يقعد تيد بالمكتبة ويكتب رسالة لاخوه ديفيد، ويقول له السبب اللي خلاه يوصل للمرحلة اللي هو عليها اليوم. وهنا راح نرجع بالزمن ويا تيد على مود نعرف وضعيته، ونشوف الوقت اللي اكتشفه الاساتذة عبقريته وذكاء العالمي، ونعرف انه هو قدر يعبر مرحلتين دراسيات كاملات، فصار ويا الطلاب اللي اكبر من عنده بالعمر. ومن هنا صارت قصته ويا الانعزال لحد ما لقى الشخص الوحيد اللي يشبهه، واللي هو صديقه دوغ الوحيد، وكانوا اعز الاصدقاء بسبب التشابه اللي بيناتهم، لحد ما دخلت حياتهم بنيه. وبوقتها دوغ قرر انه يبعد تيت صديقه المقرب عنه، فصار يهينه قدام الطلاب على مود يخلي صاحبته تضحك. تيت كمل كلامه ويقول انه بوقتها كانت اول صدمه بحياتي، وبعدها يحكي على الصدمه الثانيه اللي صارت له واللي كانت وقت ما دخل الجامعه، وبعد ما تعرف على البروفيسور موراي اللي كان اقرب شخص لتيد. وبعد سنه من صداقتهم القويه ومناقشتهم الافكار المتشابهه، اكتشف تيد ان البروفيسور موراي هو جزء من مشروع انج التارا، وهو مشروع تابع للمخابرات الامريكيه، واللي كانوا يستخدمون تقنيه الغسيل ادمغه الجواسيس الروسيين او مسح ذاكراتهم، وكان الهدف من عندها انه يغيرون افكارهم ومعتقداتهم او يستخدموهم لصالحهم. فاكتشف تيد انه هو مجرد فأر تجارب بالنسبه للبروفيسور موراي. ونشوف الدكتور هو يخلي تيد على كرسي ويخلي حوالين دماغه اسلاك كهرباء، وبعدها يشغل قدامه تسجيلات يحكي بها الدكتور عن افكاره ومعتقدات تيد. وبنفس الوقت نشوف تيد وهو كان يتعذب بالكهرباء على مود يتخلى عن افكاره ومعتقداته، ويكمل كلامه ويقول على الرغم من كل الالم والضغوطات والصدمات اللي حسيت بيها الا انهم ما قدروا يكسروني. او نعرف انه تيد استمرت التجربه عليه لمده 18 شهر، وهو كان يحضر التجربه كل مره وبكامل ارادته على مود يثبت فشل تجاربهم. وهو انصدم بامه اللي وافقت انه يكملون التجربه عليه. فيكمل تيد ويقول انه انا ما اعرف اذا كنت اذي الناس، بس لانه كانت عندهم حياه طبيعيه عكسي او لا. فيكمل تيد كتابته ويسال ديفيد هل فات الاوان على التغيير، وانه يصير عندي عائله وزوجه يحبوني ويحترموني. وبهذا الوقت يقاطع بين اللي هو ابن صاحبه المكتبه واللي يدرس بالمدرسه الاعداديه، وهو يساله على معادلات رياضيه ما يقدر يفهمها. فتيد يشرحها لبين بطريقه بسيطه، ويبدون يتمشون سوا بالغابه. وهنا بين يعزم تيد على حفله عيد ميلاده، فهنا توضح التردد على ملامح تيد لان هو شخص انطوائي او ما يحب التجمعات. وبيوم ميلاد بين قرر تيد انه يروح ويقطع بعض الاخشاب، وهو قرر انه يسوي اله موسيقيه من الخشب والحديد تشبه البيانو. ولما يروح تيد البيت بين على مود ينطيه هديه، تيد يشوف بين من الشباك وهو يفتح اله بيانو الكهربائي. فتيد يزعل ويعصب كلش ويقرر انه يحرق الهديه، وهو صنع قنبله ثانيه وبقى حابس نفسه بالكوخ. وبعد مرور يوم الاف بي اي ترسل فرقه، وهاي الفرقه هي مختصه بمراقبه مدينه مونتانا، بس يلاحظون انه تيد ما يطلع من الكوخ مالته ابدا، فيتسرب الخبر لوسائل الاعلام، ويجي واحد من رؤساء القناه يهدد المدير دون ويقول له قدامك 24 ساعه حتى تقبضون على تيد، واذا ما قدرتوا انا راح انشر الخبر على التلفزيون. ونعرف انه رئيس القناه كان يريد يصير اول واحد انه يذيع الخبر، وبهيجي حاله اذا انتشر الخبر تيد راح يختفي من ايديهم. فبعدها يروح المدير دون ويرسل المحقق ستان ويا فريق كامل من القوات الخاصه على مود يستعدون حتى يقبضون على تيد باي وقت. فالمحقق ستان يستقر بكوخ يبعد اميال عن كوخ تيد. وبهاي الاوقات فتز وباقي الفريق بدأوا يدورون على ادله تخليهم يطلعون مذكره تفتيش. وبعد مرور بعض الساعات قدر فتز انه يقارن بين رسائل تيد الاخوه، وايضا بدا يقارن بين رسائل بوني بامبر ويرسل الادله للقاضي.
القاضي. فهنا القاضي وافق بآخر لحظة على إصدار مذكرة تفتيش واحتجاز تيد، أو بعدها وأخيرا يقبضون على تيد وبدأوا يفتشون الكوخ اللي لقوا بيه قنابل أو بيه مواد مخصصة لعمل القنابل. ونشوف تيد بالمحكمة اللي كان واثق بذكائه وقدراته، وهو قدر أن يقنع المحكمة بأن مذكرة التفتيش اللي صدرت ضده كانت بناء على مقارنات لغوية أو ما إلها أي أساس علمي صحيح، وأنه هي مجرد نظرية. أو تيد كمل كلامه وقال أنه هاي النظرية صدرت من محقق جنائي ما عنده أي أساس علمي أو حتى درجة علمية بعد الجامعة. أو بعدها تيد يطلب من المحامية أن ينفذون كلامه لأن هو راح يقدر يطلع براءة. أو لما يجي وقت المحكمة يطلبون من فيتز أن يصير كشاهد، بس فجأة القاضي يطلب من المحامية المسؤولة على تيد أن يحكي وياه على انفراد. فيرجع القاضي بعد مرور بعض الوقت أو يتغير موقفه ويقول أنه شهادة فيتز ما إلها داعي والمحاكمة راح تتأجل. فتيد يستغرب من إلغاء المحكمة شهادة فيتز اللي كان يريد يثبت شهادة فيتز كنظرية إله. وبنفس اليوم المدير دون والمحقق ستان طلبوا من فيتز أنه يقنع تيد أنه هو مذنب، وهذا هو الحل الوحيد أنه يسجن تيد بي. بس فيتز رفض لأن حسب قلة التقدير. أو فيتز بدأ يلاحظ أنه المدير دون بدأ ينسب الفضل مال حل القضية نفسه، ونشوف أنه فيتز هو اللي تعب على حل هاي القضية الأيام وشهور لدرجة هو خسر زوجته وأطفاله على مود يحل القضية. أو بالنهاية فيتز قرر أنه يوافق كنوع من التحدي ضد تيد. أو بعد مرور يوم فيتز يطلب من تيد أنه يجي وياه المكان، فهنا يروحون سوى المقر القوات الجوية. أو تيد يشوف الكوخ مالته لما نقلوه من مدينة مونتانا بالطائرة، ونشوف فيتز وهو يلعب بأعصاب تيد وكان يحاول أنه يخدعه نفسيا، وهو يقول له أن المحامين الخاصين بك هم اللي طبوا الكوخ هذا على مود يثبتون للمحكمة أنه أنت مختل عقليا، أو أيضا على مود يخلوك تقضي حياتك بمصحة عقلية بدل ما تنعدم. فتيد ما صدق فيتز وهو ما احتمل أساسا. أو بعدها فيتز يشغل التلفزيون اللي يطلع أخوه ديفيد وأمه بلقاء، وهم كانوا بدأ يحكون على مرض تيد النفسي أو على حياته الغريبة من طفولته إلى وقت الحالي. ففيتز يقول التيد أنه كل الناس اللي تعرفك راح يشهدون أنه أنت مريض نفسي، وأن الكوخ هذا أكبر دليل على كونك شخص مو متزن عقليا، لأنه مستحيل إنسان راح يكون طبيعي يعيش بكوخ مثلك، وأنه ما يطلع من عنده لمدة شهر كامل. فهنا تيد ينصدم أو ما قدر أنه يتخيل نفسه يعيش بمصحة عقلية كل حياته. أو بعدها نشوف فيتز وهو يحكي ويا تيد ويقول له أنا أتفق وياك أن التكنولوجيا استعبدت البشر تماما. أو بعدها يكمل كلامه ويقول التيد أنا أقترح أنه نتحرر منها أو نبدأ بحضارة جديدة. ففيتز يعترف أنه هو مؤمن بنفس أفكاره وأنه هاي الأفكار تجي كل ما يشوف الإشارة حمراء وهو راكب السيارة، أو كان يفكر باتباع التعليمات بدون ما يكون إلها سبب. أو هسه نشوف فيتز وهو كان يحاول أنه يقنع تيد أنه هو فهمه ويعرف إحساسه، ويقول له إذا نكرت هذا الشيء قدام المحكمة راح تطلع شخص ازدواج الشخصية، فلازم تعترف بأنه أنت نفسيتك يوني بامبر وإلا بوقتها راح تصير شخص مجنون ويناقض أفكاره. ونشوف فيتز وهو كان يحاول أنه يقنع تيد أنه يعترف أهون من أنه ينحبس بمصحة عقلية، وبوقتها العالم راح تنساه وما راح تتذكره. فهنا تيد يرجع للسجن ويطلب أن يقابل المحامية الخاصة بي ويقول لها اللي صار، فتنكر ادعاءات فيتز عليها. أو بعدها تيد يعتذر إلها لأن هو ما وثق بها من البداية، وأنه هو صدق المحقق لما قال له أنه هم يجوا طلبوا الكوخ مالتك على مود يخلوك بالمصحة، ويقول لها أنا بديت ما أثق بالبشر لأن كل الناس اللي بحياتي خدعوني. فبعدها يجي يوم المحكمة والمحكمة تعلن أنه تيد مختل عقليا، وهذا بناء على فحوصات الأطباء والتقييمات النفسية أو أيضا شهادات أفراد أسرته. فتيد ينصدم ويعرف أن المحامية الخاصة به خدعته، فيطلب من القاضي أنه يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، لكن القاضي يرفض لكونه هو شخص مو مؤهل للدفاع عن نفسه، والحل هو أن يوافق المحامية تكمل الدفاع عنه أو أنه يقيم بمصحة عقلية والمدة 60 يوم وتحت رقابة مشددة. وهنا تيد يدخل بحالة صدمة قوية، أو بعدها قرر أنه ينهي حياته بزنزانته، لكن هو فشل أو قرر أنه يسمع كلام فيتز، وهو قرر أنه يعترف قدام المحكمة أنه هو مذنب أو بكل جرأة من التفجيرات عبر البريد. فهنا القاضي قرر أنه يحكم عليه بسجن المدى الحياة لأن هو كان يشكل خطر على المجتمع. أو أيضا القاضي يوضح بأنه السجن راح يكون انفرادي حفاظا على سلامة باقي السجناء. وهنا تظهر ضحايا أو بعدها نشوف ضحايا تفجيرات تيد، وهم كانوا يحكون عن معاناتهم أو فقدانهم البعض حواسهم أو أطرافهم أو حتى أحبابهم، فما قدر تيد أنه يبرر أفعاله أو حتى يعتذر. أو بعد مرور بعض الوقت تيد يدخل للحبس الانفرادي وهو تذكر الحرية اللي كان عايش بيها، أو كان يتمنى أن حياته تنتهي بشكل أفضل من هذا الحال اللي وصل إليه. أو لهنا تكون نهاية الموسم الأول، وانتظرونا بالموسم الجديد. سويت لكم قناة خاصة بالأفلام والمسلسلات الهندية راح نبدأ ننشر بيها جميع الأفلام الهندية اللي انتوا تطلبوها. رابط القناة راح يكون بأول تعليق مثبت وراح يكون بداخل الوصف، أو تقدرون تبحثون عنها من خلال كتابة باليوتيوب مستر هندي. لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس.
Yeah.